سلام غزاله ديالي، كدير لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا كما ديما على خير وبخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نعمل لكم واحد الوصفه، ان شاء الله اليوم نعمل لكم واحد الوصفه اللي هي غزاله 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 بزاف، اللي كتورد يعني كتعطي واحد الشفاه ورديه والخدود وحتى لنضاره البشره. غادي نعمل لكم واحد الماسك اللي هو جد رائع من اول استعمال. ولكن قبل بدايه الفيديو كنطلب من الناس لاول مره كيشوفوا القناه تاعتي ما يبخلوش عليا بالاشتراك ديالهم بالضغط على سبسكرايب او ابوني او الاشتراك، والضغط على المربع الجرس بالتوصل بجميع الفيديوهات. جزاكم الله كل خير، ونبداو الحلقه ديالنا على بركه الله. شي غادي نقول لكم بعد المنافع ديال الاول، يعني كما كتشوفوا عندنا هنا الشمندر او كيتسمى بعد في بعض الدول البنجر، وحنا بالمغربيه كنقولوا له الباربا على هذا الشكل كيكون. المهم راه معروف هذا الشمندر هذا، يعني نقول لكم بعض المنافع ديالو. هو الشمندر هو نوع من انواع، كما كتعرفوا انه نوع من انواع الخضروات، هو مهم جدا في علاج مشاكل البشره، يعني كيعطي البشره والشفاه ديالنا واحد النضاره رائعه، كيصلح كما قلت لكم للوجه والشفاه، وايضا مفيد جدا لنضاره، كيصلح لنضاره البشره ديالنا والوجه، كيورد لنا الشفاه، يعطي لون وردي للخدود، يساعد في نضارة البشرة، وعنده حد بعد من الفيتامينات، يعني من الفيتامينات هو أصلا يحتوي على حمض الفوليك والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والنحاس والكبريت. والأوراق ديالو، يعني الأوراق ديال هاد الشمندر هذا، كيحتوي على فيتامين أ وسي. وأنا مهم بديت لكم هاد المنافع ديالها باش تكتشفوا اكثر واكثر هاد الخضره، هاد الشمندر هذا او البربه تكتشفوا اكثر. ودابا غنبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. كما كتشوفوا عندنا الشمندر او البنجر او البربه كما كنسميو حنايا، عندنا مايزينا على هذا الشكل، وعندنا الحليب، يعني مكونات بسيطه، ويعني هاد وصفه راه سهله وفي المتناول ديالكم. وغادي نبداو على بركه الله. اول شيء غادي نشدو هاد الشمندر ديالنا او الباندر او البنجر او الباربا كما كنسميوه حنايا، غادي ننقيه وغادي نحكو في نبشرو في اي مبشره. غادي كما كتشوفوا انا غادي ننقيه، اللون تاعو رائع ما شاء الله، وحتى انكم تستعملوا عصير طحنوه مع قليل من الليمون، عصير الليمون كيجي رائع وجد مفيد للصحه ديالنا. دابا غادي نبشروا هذا الشمندر ديالنا، غنبشروا على هذا الشكل. انا غنكمل ونرجع لكم باش ما يطولش لينا الفيديو. بشرنا الشمندر ديالنا او الباربا او البنجر ديالنا، حكينا على هذا الشكل في المبشره. دابا غادي نصفيوه، غادي ناخذ الماء ديالو فقط، يعني غادي نصفيوه في هذه المصفات هذه وناخذوا الماء فقط. بسم الله، ما استخلصنا الماء ديالو على هذا الشكل، كتاخذي هذا الماء كما قلت لكم بعد ما استخلصنا الماء ديالو، حيت كنت كنصور وعند بالي ان الصوره مازال غاده، ملي جيت نشوف لقيت ان الفيديو موقف، ولهذا انا ضاع لي بعض اللقطات. درت هنايا بعد ما استخلصنا الماء تاع الشمندر، ضفت ليه ملعقه كبيره من المايزينا، ضفتها هنايا، انا ضفتها، دابا ما غاديش نضيفها غير وريتكم. ضفت ملعقه من مايزينا، وضفت معاها جوج ملاعق صغيره، هاد الملعقه الصغيره ضفتهم حليب، جوج معالق صغيره من الحليب. خلط هاد المكونات ديالنا على هاد الشكل. ودابا غادي نديرو في حمام مريم، غنضيف هاد الخليط ديالنا في حمام مريم حتى الخليط ديالنا يولي على شكل كريم، ونرجع لكم. غادي نديرو في حمام مريم ونبقى في التخليط على هاد الشكل هذا
حتى يولي لينا الخليط ديالنا على شكل كريم ما يبقاش سائل. نبقاو على هذا الشكل هذا حتى يعقد لنا الخليط ديالنا او هذا الشماندر ديالنا حتى يولي على شكل كريمي. ولكن هذا هو الكريم ديالنا كيكون على هذا الشكل شكل كريمي. غنخليوه يبرد وغادي نحطوه في شي اناء باش ما يبقاش لينا هنا يبس لينا. انا غنحطو في شي اناء. مهم نقول لكم الطريقه ديالو من بعد نحطو انا في شي اناء. الطريقه ديالو غادي تغسلوا تنظفوا البشره ديالكم وديروا واحد تقشير واحد تقشير للشفايف ديالكم. ديروا شويه تاع الحامض، تعصروا واحد شويه الحامض مع شويه السكر وتديروا تقشير للشفايف ديالكم. من بعد ما تغسلوا الشفايف ديالكم وتغسلوا البشره ديالكم تكون البشره ديالكم نظيفه، تعملوا هذا الماسك هذا على البشره بالكامل وعلى ولا حبيتوا انكم توضعوهم على الخدود ديالكم فقط ممكن انكم توضعوهم على الخدود ديالكم بهذه الطريقه. هذه انكم توضعوا كميه بهذا الشكل، توضعوا كميه بهذا الشكل على الخدود ديالكم او الشفايف ديالكم. بالنسبه للشفايف ممكن انكم تستعملوها على الشفايف وتنعسوا بها يعني الليل كامل ما عندها حتى شي تاثير. اما بالنسبه للخدود انكم ممكن انكم تستعملوا على الخدود ديالكم وتخليوها نصف ساعه ومن بعد تغسلوا الخدود ديالكم وتشوفوا الخدود ورديه طبيعيا يعني من دون اي بودره باش توردوا الخدود ديالكم، يعني خدود ورديه بمواد طبيعيه. ممكن انكم تستعملوها للبشره ديالكم بالكامل وتخليوها 15 دقيقه فقط، يعني 15 دقيقه وتنظفوا البشره ديالكم. وكما قلت لكم ممكن انكم تستعملوها للشفايف ديالكم وتخليوها الليل بالكامل ما عندها حتى شي تاثيرات على البشره ديالنا. او للخدود ممكن انكم تستعملوها في الخدود ديالكم تستعملوها حتى هي 15 دقيقه وفي البشره ديالكم ممكن انكم تستعملوها 15 دقيقه. وهذه هي الطريقه تاعتنا تاع اليوم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. انا غنغسل لكم الايادي ديالي باش تشوفوا ان هذا الشمندر هذا اللون هذا راه كيبقى لنا في الشفايف ما كيتنحاش لنا حتى يعني كيبقى واحد المده ديال كتبقى واحد المده تاع يوم بالكامل وهما يا الشفايف تاعتنا ورديه. بعد ما غسلت الايادي ديالي هذا هو اللون اللي كيبقى، يعني لون وردي رائع 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 وطبيعيا من دون مواد كيماويه. يعني نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، هذه راه جد رائعه وفي متناول ديالكم. والشمندر او البنجر يعني راه موجود في الاسواق ديالنا ووصفه كما قلت لكم ما عندها حتى شي تاثير على البشره ديالنا. نرجعوا للوصفات الطبيعيه وغادي نبقى مره حيت انا فضلت انني طلبوا مني بزاف البنات انهم قالوا لي انك تبقاي تعملي لنا غير الوصفات الطبيعيه، وانا لهذا انا فضلت انني نبقى في القناه تاعتي غير الوصفات الطبيعيه ما غاديش نعمل حتى شي حاجه واحده اخرى. مره نقدر نعمل لكم هكا خرجات او جولات معايا او مشتريات مره اما القناه تاعتي غتولي خاصه بالتجميل فقط، يعني بالوصفات بصفه عامه غتولي خاصه بالوصفات الطبيعيه فقط لا غير. وانا غنلبي الطلب ديالكم فعلا، انني يعني ما بقيتش قادره انني نولي في الطبخ الحلويات التجميل، يعني خاص القناه تاعتي تولي خاصه بشيء واحد ونبدع فيه. ولهذا فضلت لانني انا من قديم الزمان انا نهار بديت القناه تاعتي بديتها بالوصفات الطبيعيه، فضلت انني نعمل الوصفات الطبيعيه لانني فعلا انا من مدمنات على الوصفات الطبيعيه وكنحب انني نعمل وصفات طبيعيه وقلت انني نتجه اتجاه واحد. نتمنى من الحلقه تاعت اليوم انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذا الكريم هذا تاعت اليوم لانه جد فعلا كريم رائع وفي متناول ديالكم. ولا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعليقات ديالكم اللي كتفرحني ديما، ونموت عليكم ونطلقوا ان شاء الله في وصفه جديده في امان الله. باي باي.